أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من لبنان. اليوم انتقل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى ميونخ للمشاركة في مؤتمر الأمن مبتعدا عن المماحكات السياسية الحاصلة. وقد نشطت الاتصالات في الساعات الماضية لمنع تفاعل الملفات ولسيما ملف الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في هذا الظرف المالي الدقيق، إضافة إلى الادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولما لهذا الادعاء من محاذير سواء على المستوى السياسي أو المستوى الأمني. هذه التطورات إضافة إلى الشأن الاقتصادي نسأل عنها ضيفنا الخبير الاقتصادي ورئيس حركة مستقلون رازي الحاج. أهلا وسهلا فيك دكتور رازي. ومنضيف أيضا المرشح للانتخابات النيابية، إنما بهذا بنحكي بالموضوع يعني شق آخر من البرنامج. خلينا نبلش بشو عم بيصير على الصعيد القضاء المالي، القضاء الأمني، يعني الادعاء على حاكم مصرف لبنان وعلى المدير العام، يعني رموز، يعني يشكلون رموز يعني في الدولة اللبنانية في المؤسسات. قديش حيكون في تداعيات لهذا الأمر؟ صح. أولا خليني أقسم جوابي لشقين. بالشق الأول كل شيء بيتأسس على منطلقات سياسية ما بيوصل لمكانه الصحيح. فلبنان للأسف تعودنا دايما أن نحط الاقتصاد والمجتمع والناس كله بخدمة السياسة، بينما كان لازم تكون السياسة في خدمة الناس والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. نعم. لهيك من بداية الأزمة يلي عصفت بلبنان النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، كان دائما حسابات الأفرقاء كانت دائما تتعلق بكيفية تملصهم من تحمل المسؤولية، عدم إذا بدك يعني الإقرار بشو وصلوا لبنان لعليه، الإفلات من العقاب ومن المحاسبة، وأيضا تصفية الحسابات حتى هي والسفينة عم تغرق. يعني بدل ما يكونوا كلهم اليوم عم بيشوفوا كيف بدهم يخلصوا بقى من خطة التعافي الاقتصادي اللي فلقونا فيها من سنتين ونص لليوم، لا يزالون يتصارعون ويصفون حسابات بس من أجل يعني الإفلات من العقاب من ميلة، ومن ميلة تانية تحقيق مكاسب شعبية وسياسية عشية الانتخابات النيابية. رح نحكي عن خط التعافي دكتور راسي. نعم. الشق الثاني، أنا مع محاسبة يعني الكل، يعني أنا ما بقبل أنه يكون في شخص أو رمز أكبر من مؤسسات يلي هي تابعة للدولة. يعني ممنوع يكون في حاكم أهم من الحاكمية من مصرف لبنان، حتى لو بهذه الظروف الصعبة المالية. ممنوع يكون في مدير عام أهم من مديريته، هيدا بالمطلق. هلأ أكيد بعرف أنه فريق تيار وطن الحر وفريق رئيس الجمهورية يقوم بهذه الأمور ليس من باب يعني أكيد للإصلاح ولا المحاسبة ولا يعني كما يدعون. أنا بعرف جيد جداً، نحن خبرناه لهيدا الفريق أنه من 2005 كان عنده الكتاب البرتقالي يلي حكي عن سلاح حزب الله، وكان يقول جهارة أنه هذا السلاح يهدد الدولة. فجأة خلصت 2000 انتخابات شفناه اتفق مع حزب الله. بال 2009 رفع شعار الإبراء المستحيل في وجه تيار المستقبل وعمل الانتخابات على أساسها، وكمان بعد الانتخابات بعد الانتخابات رجع اتفق هو وتيار المستقبل. التيار الوطني الحر بنشأته بطبيعته بخلفيته دائما بيفتش عن خصم، ما بيقدر يعمل انتخابات نيابية بدون خصم وبدون فزيعة سياسية للناس. والناس اليوم مسروقة، مصرياتها محتجزين في المصارف، ما عم تقدر تأمن لقمة العيش. كثير منهم، طب هيدا قد يكون هذا السبب الاساسي للادعاء على حاكم مصر. كثير منهم بيصدقوا هيدي الدعايه الانتخابيه وهيدا المشهديه يلي الخطوات السابقه من اول العهد لليوم ببين انه لم يكونوا ولا مره بهيدا الاتجاه. عندما تم التمديد لحاكم المصرف، لما كان في توافق سياسي تحت الطاوله
لانه ينعملوا الهندسات الماليه، لما كان في حصص لكثير من المصارف التابعه لسياسيين بهالهندسات الماليه كان يعني الحاكم كثير منيح وبطل ومهدي الليره والليره بألف خير. انا ولا مره يعني ما اعلن هذا الشيء ولا يعني مره حقيقه يعني. لا اذا بترجعي على التصاريح وبترجعي على طريقه يعني التمديد للحاكم المصرف من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء ببين كثير منيح انه اليوم المشكله هي ليست فعليا انه بالمنطلق ما فينا نغير ضباط بالمعركه يعني على حسب قول الرئيس ميقاتي. يعني احنا كنا بنعرف انه قبل الانهيار ما كان في معركه، مع الانهيار في اذا بدك تجاذب سياسي بس لشد العصب. انا بعطيك مثل، امبارح لما اعلن الرئيس الحريري اعتكافه اوكي فجاه شفنا الغيره يعني الكبيره على الرئيس الحريري، صار كله يحبوه، صاروا كله يحبوه، واولهم يعني طيار وطن الحر، ونزل الرئيس على يعني دار الفتوى، وطلع الوزير باسيل يعني رح يبكي لانه كيف فل الحريري. امبارح رجعوا كمان، بس ما الدكتور جعجع كمان عمل نفس الشيء يعني لا لا كمان لا طلع لا تصريح بعد شوي أبداً يعني رح نحكي بالموضوع نعم. بس مش هيك ابدا نعم. فبالتالي ما في شيء اسمه ترابط مسار سياسي واضح عنده اهداف واضحه. المختصر تمن نضيع الناس، كل ما بتكونوا اركان الاداره السياسيه متفقين مع بعضهم بيكون ماشي الحال وحبك نار، وكل ما بيختلفوا مع بعضهم على المصالح الخاصة وعلى أولويات تطلع برأس الشعب، تطلع برأس الشعب اللبناني بالميلتين نعم. بالميلتين تطلع برأس الشعب، على يعني قولة المثل إن يعني بعض السياسيين كالقرود عندما يتفقون يفسدون الزرع وعندما يتفقون يأكلون المحصول. للأسف هيك يعني سوري على التشبيه، بس انه للاسف نحن اليوم بعدنا عم ندفع ضريبه الصراع السياسي على السلطه، الصراع على المقاعد الانتخابيه والنيابيه، الصراع على ما تبقى من يعني بعض احتياط بمصرف لبنان. انا بدي اسال سؤال، تتوقع تزيد كمان هذه القصص قبل الانتخابات؟ يعني كنا عم نقرب من 2019 عشيه الانهيار كان معنا 34 مليار دولار احتياط، فبرحتوا بددتون انتم بهول الحكومات يلي الدعم. كانوا من لون واحد، مساله الدعم يعني التصرف. مش بس الدعم، كل شيء يعني اليوم ملف الكهرباء، ملف الدعم، هلا الدعم عملوا له شماعه قصه الدعم، بعض المواد الاستهلاكيه يلي صرفوا عليها مليار دولار، بس في 19 مليار روحناهم تهريب، روحناهم سرقه، روحناهم بالسوق السوداء بالمضاربه، عملنا سياسه نقديه غريبه عجيبه، كبرنا الكتله النقديه من 9000 مليار ل 55000 مليار، هلا عم نرجع نجففها نمتص. يعني اليوم في عدم ادراك انه الانهيار يلي صاير بطل بس له طابع اقتصادي ونقدي، هن مش عم يفهموه، هن كل مشكلتهم الخسائر المحققه ما يتحملوها هن، يحملوها للناس، وهيك عم بيصير. انما الاخطر من هيك مش الخسائر بس المحققه، انا بالنسبه لي الاخطر من هيك التشوه الكبير يلي حصل بالطبقات الاجتماعيه، التشوه الكبير يلي صاب بالاخص ابناء الطبقه الوسطى، يلي هن بشكل الضامن والضابط والمحرك والموجه لكل شيء، من الاقتصاد وللمحاسبه في السياسه وللاستقرار وللنمو ولمناصره القضايا. صاروا تحت خط الفقر؟ صاروا يعني جزء منهم على خط الفقر وجزء منهم تحت، وهول منهم معودين يعيشوا هيك، وبالتالي التشوه الكبير يلي صار فيهم عم مش عم ينزل بس بازمه ممكن يكون عمرها سنه وسنتين، عم بيقول انه في تفكك اجتماعي في طويل الامد. نحن تنرجع كل لبناني يحافظ على يعني نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي تيرجع مثل ما كان ب 2018، بدنا حوالي 20 ل 22 سنه. هالقد الازمه كبيره وهالقد هن بعدهم يعني بيتصارعوا وكانوا في مكان اخر. لهيك انا بقدر اقول لك انه ان كان نحن مع محاسبه الجميع وعلى راس حاكم مصرف لبنان، بس في اصول مش هو وحاكم مصرف لبنان نبعث له دوريه في مجلس وزراء، مجلس وزراء بيقدر يكف له يده، بس اكيد تعيين حاكم جديد مش بس بيكون بالاسم بتغيير يعني الاسم، ما في اتفاق يعني مش بيكون بتغيير الاسم مدام سهى، ما بيكون بتغيير الاسم، بيكون باتفاقيه على
خطة تعافي اقتصادي وحدة من أهمتها الرئيسية السياسة النقدية. أنا أعرف هالحاكم شو جاي يعمل يعني، بس جاي يكون يعني ينتمي لتيار سياسي معين، أو يدير عملية الانهيار إنه لأنه ماروني بيكون ينتمي لتيار سياسي معين، هيك بدنا نعمل لأنه العهد على آخره، هودي ما بقى يقطعوا على الناس. تعاطوا بجدية بشرفكم، البلد عم بيروح من بين إيدينا، تعاطوا بشوية جدية. يعني حضرتك تقدر تؤيد اليوم بقاء حاكم مصرف لبنان السلامي بمركزه؟ لا 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 لا، أنا يعني أنا تكون واضح، أنا أول شيء مع المحاسبة، المحاسبة إلى أصول قانونية وقضائية، الأصول القانونية والقضائية نحن عرقلناها، ما تنسى نحن بعدنا لحديث هلأ ما عم نقبل نقر قانون تقليد القضاء اللي موجود بمجلس النواب، نحن لحديث هلأ ما عم نمضي التشكيلات القضائية، يعني مش نحن عم بحكي عن 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 العهد، أوكي، وبالتالي نحن عم نعرق المسار التحقيق، ونحن اليوم في قضاة عندهم طابع سياسي معين عم بينفذوا أجندة سياسية. طب دخلك سؤال صغير، ليش دايما القاضية غادة عون بتدعي على ناس من فريق سياسي معين، ولا قضاة تانيين من لون سياسي ومذهبي معين بيدعيوا بس على ناس تانيين؟ يعني هون من كدية تتحكم يعني للأسف الممارسة. للأسف القضاء فات للأسف بلعبة سياسة وبدون قضاء مستقل ما بنقدر. ليش اذا كل قاضي بده يقوم بشغله بده يتهم هيدا التهمة؟ لا يقوم على شغله بكل الميلات، يعني ما فيك انت يعني في مثل بيقول ولا عمى اكثر من فاقدي البصيرة. طب اذا واحد مش شايف الا ميله وحده هي مسؤوله وبغطي الميله الثانيه ما بيكون. يعني انا كنت اتمنى على القاضي غدعون انه تروح تفتح ملف واحد من الشبهات الفساد يلي بتطال الناس اللي قريبين منا بالسياسه، خليها تكون موضوعيه، لانه نحن عن جد كشعب تعبنا نبقى هيك يلعبونا يعني لقيطه يعني بموضوع القضاء، وهودي العرضات هودي مش هيك بيكونوا، بتكون المحاسبه مش بالعرضات الاعلاميه، نجي عنده عشية ثلاثة بالليل بعد الظهر ما منلاقيه تاني نهار بيكون هو يعني بترأس مجلس مركزي مصر في لبنان. ينتسك يعني المسار القانوني عبر مجلس الوزراء، يعني المسألة تتعلق بالنسبة يعني حاكم مصر المركزي. الأخطر من هيك عم قلك، الأخطر من هيك أنه بيروحوا لعنده على البيت بالليل، هن راحوا على ثلاث أماكن بيروحوا عنده بالبيت وهو تاني نهار، يعني هن راحوا لعنده التنين دل التلاتة الأربعة ترأس اجتماع مجلس مركزي التلاتة راحوا. طب شو معناتها هاي؟ معناتها هن ما بدهم يجيبوه، ما عندهم النية يجيبوه، عندهم النية يبتزوه. وحتى لا مش بس هيك، ما فيك الفرقة الموجودة من قوى الأمن الداخل المولجة بحمايته، بس هن عم يوصلوا له رسالة سياسية، ما عم يوصلوا له رسالة قضائية. أنا هذا لب الموضوع، أنا بدي أخذه على المحاسبة الحقيقية والفعلية. هو لو قدروا كمان يعني قدروا أخذوه للحاكم، ليه ما راحوا الأربعة؟ في تشابك بين الأجهزة الأمنية، ليه ما راحوا الأربعة على المجلس المركزي؟ كان بالمجلس المركزي مترأس مجلس مركزي الأربعة، ما يضحكوا علينا. واللزة أكثر من هيك، بتعرف أنا شو اللي بيخوفني؟ أنه لأنه تأكد لك أنه ما بدهم محاسبة، طرحوا عليه استقيل نحن نمنع عنك الملاحقة، يعني خلينا نعمل ديل. ما هيدا العنوان يعني، ليك لبنان كتير صغير، كلنا بنعرف شو بيصير في احاديث سياسية، ونحن بالمطبخ يعني مش قاعدين بقوت النوم، نحن بالمطبخ سياسي يا مصرين على المحاسبة. ما في محاسبة، اجوا قالوا له تعال تقول لك روح فل خلينا نعين بديل ونعفيك من المحاسبة. انا يعني عن جد بلد عن جد يبشر وينذر الأجيال المقبلة. يعني هلا يعني بدنا نوصل لخلاصة، هلا صار حاكم المصرف المركزي هو سبب كل المشكلات يعني بلبنان؟ لا ما عم اقول لك لا، يعني بالنسبة يعني بالنسبة لفريق معين لبناني انه هو صار هلا كل الأزمة كل القصة اللي يعني انا عم جرب اقوله انه موقفنا الواضح انه الجميع تحت المحاسبة، كل حدا تعاطى بالشأن العام وبالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي كل الناس تحت المحاسبة. هذا مبدأ أول ما نتمسك فيه. المبدأ الثاني ما نتمسك فيه وجود قضاء مستقل وغير مسيس. المبدأ الثالث اللي ما نتمسك فيه بده يكون فيه حكومة قادرة تحط خطة تعافي اقتصادي بعيدا عن الحسابات الشخصية. المبدأ الرابع بدنا مجلس نواب فاعل يقدر يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية ويقدر يكون عن جد عم بيواكب الخطة خطة التعافي الاقتصادي تشريعيا. هودي الأربع أمور لازم يمشوا سوا بدون، ولازم خامسا يكون في رأي عام ضاغط على المستوى الإعلامي والشعبي لمواكبة هالأربع أمور، غير هيك ما بيكون عندنا بلد. لهيك أنا اليوم بدي جرب أقوله أنا ما بدي فوت بالزاروبة إذا بدك يخدوني على الملعب تبعهم، أنا ما بدي إجي اليوم اتكهن حق عمين ومين معه حق، أنا عم قلك المسار كله بالشكل خاطئ
لأنه مسار مسيس مبني على سياسة، مبني على تصفية حسابات، وليس مسارا قضائيا يوحي بالثقة. وهذا الكلام مش أنا عم أقوله، أنا امبارح كان عندي اتصالات مع كثير من يعني ناس فاعلة على مستوى الدول يلي بتدعم لبنان، يعني دول الدعم للبنان خارجيا، عم بحكي أنا يعني دبلوماسيين أوروبيين وغربيين. هيدي النظرة تبعهم. هلا بتعي قلي لي غير له نظرتهم، بقول لك أنا ما بقدر غير له نظرتهم ولا الرئيس هون بيقدر يغير له نظرتهم، هن عم بيراقبوا. اليوم ما يحصل إشارة سلبية للمجتمع الدولي يلي عم بحقيقة عم بيقولوا لنا أنه يا جماعة أنتم بتستاهلوا يلي أنتم فيه، لأنه نحن صرنا سنتين ونص عم نحاول طلعكم من الجورة، وأنتم حبسين حابين هالجورة وحابين مكونات إصلاحات. الجورة يلي صارت ممتلئة يعني. صار في شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نحكي بعد؟ شو بدنا نحكي بعد؟ التعويل الحقيقي عن جد أنه يكون الانتخابات استفتاء شعبي يقدر يعني بالمعنى المجازي يهزهم يوعيهم لهالمنظومة الحاكمة، أنه خلص خلصنا بقى من هذه الأساليب وخلصنا بقى من هالفكر المعفن يلي أخذ لبنان على الانهيار. إذا صارت هيدي الانتخابات طيب ليش ما بدها تصير؟ يعني ما عم بفهم، يعني هيدي الجو يلي مكبوب باليوم بالشارع. اليوم مثلا شي 20 اتصال كل ما بنحكي مع حدا شو ليش في انتخابات؟ لانه وكانه البعض عم بيلاحظ وكانه في عرقله من هون ومن هون، كلها متاخر حصول الانتخابات، لانه في جو والسياسيين تبع الاداره السياسيه برجع باكد لك هن عم ببثوا هذا المناخ، لانه هن جاهزين، هن مكاناتهم جاهزه، هن ناسهم اتباعهم ازلامهم جاهزين، عندهم كل الامكانيات الماليه والماديه والاعلاميه يعملوا انتخابات بجمعتين، بينما القوى يلي عن جد بدها تغير ما انها قادره تعمل انتخابات بجمعتين. يعني اللي عم بضخ هيدي الشائعات اكيد يستفيد من اول شيء بده يبعد الناس، بدها تعمل محاسبه، بده يخليها ما تكون منظمه، بده يبعدها عن مفهوم المحاسبه، بده يقول لها لشو تنتخبي ما راح يتغير شيء. هاي الكلمه اللي بتزعجني كثير، انه انتخبنا ومنتخبنا رجع لهن ذاته مين قال؟ طب هذا الصندوق ما انه صندوق سحري يعني بتحطي فيه 100 ورقه عليها مثلا يعني اسم اسم بصير قبل كل انتخابات رازي الحاج معودين عليه خمسة. لا ما معودين، بصير في عندك تجيش طائفي مش طبيعي قبل كل انتخابات. بس كل انسان بيحط صوته هذا الصوت رح يرجع ينعاد، كل انسان ما بيحط صوته بيكون ما ساهم بالتغيير. هل قد بسيطه؟ هلا اكيد رح نحكي عن انتخابات مفصلا بالشق الثاني من الحلقه دكتور رازي، انما يعني حكينا عن حاكم الوصف في مركز رياض سلامه ومساله ادعاء لي، ماذا فيما يتعلق باللواء عماد عثمان كمان وما يمثله؟ يعني وخصوصا اتت هيدي الخطبه كمان بعد يعني تعليق الرئيس سعد الحريري يعني عمله السياسي وكانه في جهه في الوطن مستهدفه. لا لا انا ليك ما بربط هيك المواضيع بصراحه، وانا ضد اصلا يعني عم بيصير أنه... في هيدا الشيء عم بيسبب احتقان كمان ليك. يعني أكيد بالشارع أكيد. هن الاحتقان ممكن بيفيدهم، بس انا لاقول لك شغله، انا اصلا ضد انه نوزع القوى يعني الاجهزه الامنيه على السياسيين، انه في جهات انما هيدا الموجود. طيب ما نحن نجرب نقول يعني شأن ابينا مقسمه بهيدا الطريقه. لاقول لك شغله صغير، نحن وحده من اخطائنا الاساسيين انه نحن رحنا اعطينا لون طائفي وسياسي لكل جهاز امني، بينما حقيقه عمل هذه الاجهزه الامنيه مش هيك. يعني انا لما الفرع المعلومات بيعمل عمل جبار وتقني بكشف كثير من الخلايا والجرائم و و و و، ليش انا بدي انسب هذا الانجاز لفريق سياسي؟ ولما الامن العام بيعمل نفس الشيء ليه انا بدي انسبه لفريق سياسي؟ ولما الامن الدولي بيعمل نفس الشيء ليه بدي انسبه انا لفريق سياسي؟ اكبر خطيئه أنه نجي نسيس ونمذهب إذا بدك الأجهزة الأمنية. هو الأجهزة الأمنية لكل اللبنانيين، وحدة من هذه المشاكل، واسمعيني منيح شو عم أقول، وحدة من هذه المشاكل أدت إلى تضارب الصلاحيات في مرفق بيروت، وقد تكون واحدة من الأسباب اللي أدت إلى انفجار. بيقولوا لك في تنسيق دائم بين الأجهزة الأمنية. أنا عم أقول لك أيدي عندي وبكرة بتشوفي أنا اللي عم أقوله في جزء من الحقيقة. ما بيصير كل جهاز أمني يكون تابع للسياسي. هول الأجهزة الأمنية محطوط فيهم دم واستشهاد وبطولات، حرام هالقد نصغرهم ونسخف إنجازاتهم وعملهم وننسبهم لفريق سياسي. تاني شيء، نحن بندعي الأجهزة الأمنية كل واحد يقوم بدوره، يعني في استنسابات قضائية كانت موجودة بحق
ناس بموضوع انفجار المرفأ بالتحقيق، لازم الأجهزة الأمنية كمان ما تتلطى ورا السياسة تروح تنفذ هالمذكرة. لهيك أنا بعتقد أنه يلي عم يعملوه عم يرجعوا يردونا على لعبة أنه فريق ضد فريق، عم يرجعوا يقولوا لنا الطائفة السنية مستهدفة لشدوا العصب، الطائفة المسيحية مستهدفة لشدوا العصب، الطائفة الشيعية مستهدفة. خي لا، يلي عن جد بالآخر هذا شنو عم بقول لك قبل كل الانتخابات، مين يعني مستهدف مضبوط اليوم؟ لبنان هو لا لا لا، اليوم اللي عن جد المستهدف واللي محترق يعني والشعب حاله هو الناس. نعم، هو الناس من كل الطوائف. يعني اليوم أنا كذا اتصال، ناس بدهم أدوية وبدهم يفوتوا على مستشفى، ناس من كل الطوائف. خي الوجع واحد. يعني أنا أسألك سؤال، أنا اليوم إذا انتصر يعني الرئيس عون وأنا بعدني قاعد بلا حليب وبلا دواء وبلا مستشفى وبلا جامعة وبلا مدرسة وبلا سيادي وبلا حرية وبلا استقلال، شو قالوا طعم انتصاره؟ شو قالوا طعم؟ وين بصرفوا؟ أنا كماروني وين بصرفوا؟ المستحيل رئيس الجمهورية وين بصرفوا؟ بدنا نبلش من مكان بدي يحارب الفساد. اليوم ما كيف بدنا نبلش يعني على الطريق الصحيح؟ بدنا نبلش غير بمحاربة بدنا الفساد، بدنا نبلش بخطة. خبرونا شو الخطة، خبرونا عن شو هيدي الخطة. يعني أنا اليوم نحكي دكتور رازي الإشكاليات، أنا ما فهمت بصراحة، عم بحكيك صراحة، امبارح عم يرجعوا يصوتوا على خطة الكهرباء. يا أخي كم خطة صرنا عاملين الكهرباء؟ هذا بدنا نحكي عنه. صرنا يا عمي كم خطة صرنا موافقين على شي 100 خطة للكهرباء، كم خطة صرنا عاملين الكهرباء؟ ما خلصنا. نعم، بقى صحيح. وكل ما بيجي وزير بيعمل لنا خطة، وكل خطة أفشل من الثانية، لأنه يعني تنتمي إلى أفكار يعني يعني مش كمان عن هذا الموضوع. خلينا نحكي بالشق الثاني من الحلقة. أكيد. فاصل أكيد. ناخذ محطة يلا. فاصل إعلاني ونتابع. نتابع حوارنا مع رئيس حركة مستقلون الخبير الاقتصادي رازي الحاج. دكتور رازي، يعني الموازنة، خطة الكهرباء، يعني بشكل عام شو رأيك كموازنة يعني أقرت وأرسلت إلى مجلس النواب، شو رأيك بهذه الموازنة؟ يعني أولا الموازنة حقيقة يعني محاسبة، يعني موازنة حسابات دفترية عم يرجعوا يعملوها مثل ما كانوا يعملوها من قبل، عم بيشوفوا ده عنده النفقات وعم يجربوا هالنفقات. طب هي مش هيك نفقات ووارد؟ لا لا يعني مش هيك. هلا بقول لك ليه، عم بيشوفوا شو عنده النفقات وعم بيشوفوا كيف بيقدروا يحصلوا ايرادات، وللاسف الايرادات يلي عم بيجربوا يحصلوها راحوا يحصلوها افتراضيا من جيوب بالناس والمؤسسات يلي بعدهم منتظمين داخل الدولة وبيعتبروا انه لا تزال الدولة هي يعني الامتثال لها والانتظام داخلها أمر ضروري حابين يكون عندهم دولة يعيشوا بدولة. فبالآخر أنا بعتقد أنه هذه الموازنة أول شيء إجت من خارج سياق خطة تعافي اقتصادي متكامل، وليش بيسموها فزلكة موازنة؟ تقلك ليش؟ أنه هي منا إيرادات ونفقات، بيسموها فزلكة موازنة لأنه هي بتجي بتحط خطة اقتصادية لعام للدولة. يعني الخطة لازم تجي قبل إقرار الموازنة. موازنة شو المطلوب منها؟ موازنة المطلوب منها فعليا تقلك بالآخر إداي عندي أنا نمو، يعني هذا الهدف من الموازنة، أنه أنا اليوم شو الخطة تبعي، والموازنة بتجي تطبيقا للخطة الاقتصادية، بتجي تطبيقا لها أنه هالقد هالخطة بتكلف وهالقد فينا نحن من هون فينا نحن نسكر حق هالخطة. هذه الفكرة تبعها. وأنا بالنسبة لي أول شيء على مستوى النفقات ما تغير شيء، يعني ما حكينا بإصلاح القطاع العام، ما حكينا كيف فينا نخفض فاتورة الأجور والرواتب، بالعكس صرنا نفتش كيف بدنا نزيدها تنعطي يعني شوية مساعدة. طيب حتى الناس ما تقدر تكمل. أنا بحكي لك من تاني ميل موضوع الكهرباء كمان بعدنا عم نعمل خطط وبعده هيدا الرقم كبير. ثالث موضوع يلي هو الدين العام، لأنه وقفت دفع الفوائد عليه، نعمل ديفولت منه مسكون. أنا فعلياً إذا أنا مجتمع دولي بدي أعطي لبنان، أنا صندوق النقد الدولي أوكي، أو أنا الدول يلي مشاركة بمؤتمر سادة، بيجي بتطلع بهالموازنة، خي هودي الجميع ما زبطوا شيء. يعني إذا أنا بيجي لعندك على البيت بقول لك يا عمي بالبيت جوزك بيطلع مليونين ليرة وأنت بتصرفي خمسة، بدنا نظبط هالمدخول وهالمصروف وبدنا نشوف كيف فينا نعملكم فائض اول اذا فيكم تصلحوا هالشباك اللي عم بفوت مي وهالكرسي المكسوره وهالحنفيه المنزوعه. طب اوكي، ما انت عندك اصلاحات،
هول الاصلاحات اذا منك انت رايحه بمحل رح تقدري تعملي فائض اولي بالموازنه، ما فيك تقولي لصندوق النقد الدولي تعا دينني، ما هو بده يسالك سؤال جوهري واساسي، هي من وين بدك تردلي المصريات؟ طب ليه الهروب من الاصلاحات دكتور رازي؟ ليه عم نقول لك الهروب من الاصلاحات؟ اول شيء في بقلب البارتية اللي اسمها الشقفة اللي اسمها النفقات في شيء اسمه مشاريع برامج، فعليا المشاريع البرامج هني اكثر المشاريع اللي بتكون نفقات استثماريه، لانه بتقولي انا مثلا بدي اعمل هون منطقه صناعيه جيب لها تمويل من هون، بدي اعمل هون طريق، بدي اعمل جسر، بدي اعمل خط نقل، بدي نحن كنا عم نطلب بس منه بليز في خطه اسمها التحول الرقمي يلي هي كفيله تعمل شغلتين، اول شيء تعمل لحالها اعاده هيكله الاداره العامه، لانه بوجود تحول رقمي رح نبطل نحن بحاجه لكل هالفائض بالاداره العامه، رح يصير في سيرفر بيحكي مع سيرفر وهيك تعوا، وهيدي مموله من البنك الدولي وهيدي خلصت من سنتين اوكي ايام يعني الحكومه اللي كانت وزاره التنميه فيها وزير الوزيره دكتور مي شدياء يعني حكومه الرئيس الحريري ايه اخر قبل الازمه ونعمل خطه تحول رقمي كامله وتاملها تمويل من البنك الدولي وخلصت. طب حطوها بنفقات بالبارتية اللي اسمه مشاريع برامج وقولوا انه الدوله بتساهم ب 5% او ب 10% من تمويلها بس لديمومتها واستدامتها تما ترجع توقف وتطفي مثل غير قصص. طب هيدي اشاره للمجتمع الدولي انه بلشنا بالاصلاح، انا جدي بالاصلاح. هاي نقطه. نقطه ثانيه موضوع الكهرباء. الكهرباء ما بدها خطه، الكهرباء بكل بساطه وصرنا 10 سنين عم نحكي بدها الدوله تشيل ايدها عنا. هلا باخر 3-4 سنين كم خطه للكهرباء صار الدوله بدها تشيل ايدها عنا. بامريكا لما كان في يعني شركات كبيره تتعرض ل اذا بدك نوع من الافلاس او هيك بتقوم الدولة مثل شركة مثل مثلا جي ام موتورز عرفتي بيعوها بمرة بيعوها بدولار. ليه بيعوها بدولار؟ لأنه اجت شركة تانية قالت أنا رح أرجع أعمل لها إعادة هيكلة وأرجع أطلع، واليوم رجعت صارت من أهم الشركات. خيي بيعوها بدولار هيدي شركة الكهرباء وخلي القطاع الخاص يجي يعمل كهرباء مثل الخلق. تجي الشركات الأجنبية بس هن ليه يعني. ما بدهم بسببين. سبب انه هن بعدهم مستعملين الكهرباء لسرقه ما تبقى من مصاري، لانه باب مفتوح. لو عم تجي حتى الكهرباء حتى باخر مناقصات بنشوف ما عم تجي باخر مناقصات بنشوف انه في مناقصه طلع فيها يعني الفيول اويل بكلف 32 دولار جايبينه قبل 99 ضرب 3 مرات. هون مثلا بدعي القاضي غدا عون معلش في بركه نحن عم نشهر بهالناس بركي هني اوادم ونحن هيك ظالمينهم. طب معلش ودي وراهم ما بيصير شيء يعني خلي يكون كلامك هذا مش مش انتقاص يعني. عن جد مش انتقاص من حدا. اذا انا اليوم خيي اتهمت عم اتهم يوميا انه انا سارق شيء خليني اروح على القضاء ريح ضميري صحيح. وريح الناس وشيل التهمه عني هي الاهم يعني. ف خطه الكهرباء لبنان خلص ما بقى بدنا خطه لانه اقل خطه بدها 2 عم تحكي حالنا. طب شو بدنا يعني بدنا نبيع الدولار يعني شركه. انا هلا بقول لك يطلع يعلن هلا يعلن وزير الطاقه انه انا بدي اعمل مزايده على شركه الكهرباء بدي بيعها، ببلش المزايده بدولار اوكي وبدي افتح انا للشركات العالميه خلال شهر تجي تاخذها وتقدمها على شرط انه تعطيني خطه انه بسنه بتجيب لي الكهرباء للبنانيين. نحن كلنا مستعدين نلتزم معه. صح. هيدي السنه ان شاء الله بتكلفنا الكهرباء مش يعني سلفه خزينه ب ب ب ان شاء الله بتكلفنا قد ما بتكلفنا. نحن مستعدين بعد نسكت سنه بس بعد سنه يصير في عندنا كهرباء 24 على 24 شو ما يعني مش عتمه 24 على 24 هن من ثاني ما ليه ما بدهم اياها؟ لانه في 60% من اللبنانيين ومعلش ما حدا يزعل مني عم تاخذ كهرباء وما بتدفع عايش على ظهر الدولة بس عم يدفعوا للموتور لأنه مجبورين. بس في 60% من يعني ما بدي أقول من الشعب اللبناني عم بحكي أنا من الأراضي بلبنان ما بتدفع كهرباء.
كهرباء لبنان بتشبي بجبل لبنان وشوي ببيروت الاداريه خلصت. ايه بس هون يعني التقصير يعني الحق عليهم ولا الحق على الجهه يعني حق انه في محميات سياسيه بالبلد وفي توظيفات عشوائيه وفي شبكه مترهله وفي ناس ما هي هي الحقيقه. خلينا الكلام نضحك على بعض. طب ليه بزحله بيشتروا كهرباء من الدوله؟ هني ما بيصنعوا يعني ما عندهم حق انتاج كهرباء، كهرباء زحله. بالشقفة يلي تجي فيها كهربة الدولة هن بيشتروا كهرباء من الدولة بأقل من حقها. طب ليش قادرين يوزعوا صح ويجبوا صح؟ ليه؟ لأنه هي شركة خاصة. هلأ أكيد عندها مصاحب بموضوع يعني أنا ما بدي أربط، انتبهوا اللبنانيين، ما فينا نربط الأزمة النقدية وتدهور سعر الصرف بالخدمة المقدمة ونوعيتها وسعرها الحقيقي. يعني انا عم بيجي هودي مشكلتين، هو مش مشكله واحده. عندنا مشكله اسمها كهرباء لبنان فارطه كلفت الدوله وهي واحده من الاسباب الرئيسيه اللي وصلتنا لهون، وعندنا مشكله ثانيه موضوع سعر الصرف والنقد. السياسه النقديه ما نزبطها، بس زبطنا السياسه النقديه هل بتزبط حكما الكهرباء؟ لا، هاي الشيء وهيدا الشيء. لكن بدنا نفصل برايي يعني بالناس كيف بتفكر بعقلها، بدها تفصل بين أزمة الكهرباء كأزمة مستدامة صار عمرها 25-30 سنة وبين الأزمة المستجدة النقدية. نعم. أوكي؟ لما بنقدر يعني نقسم هون الشغلتين بنبلش بالعلاج. أنا أدعو أنه يروحوا يبيعوا شركة كهرباء بدولار واحد، وأنا أكيد وأنا متأكد من كلامي لأنه أنا يعني على تواصل مع يعني كل المستثمرين والشركات وبابا كلهم مستعدين يجوا. بس خلص بقى هذا الموضوع شلوه من التداول، خلصنا يعني عرفتونا بقى من خطط ومن طيب ومن اخبار. دكتور رازي، هلا مفروض يعني هلا بمساله ترسيم الحدود يعني رح نبلش نستثمر، يعني يصير في ثروات بالفعل نفطيه للبنان يسد كل هيدا العجز، تتحسن اوضاعنا احوال اللبنانيين. حقيقه انا كمان يعني عن ترسيم الحدود يعني اشتم رائحه صفقه بهذا الموضوع، وانا حقيقه يعني مستغرب. يعني صار في تنازل عن خط 29. أي أنا مستغرب كيف هذا الموضوع بيقطع وكيف الحريصين على سيادة لبنان وعلى المقاومة وعلى تركيع إسرائيل وعلى محيا من الوجود كيف بعد ما سمعت صوتهم بهالموضوع. هن عم بيقولوا هذا ما هذه مسؤولية الدولة. ولك يا عمي عيب والله اللي بيسمع دكتور عصام خليفة. ترسيم الحدود مش مسؤولية الدولة. اللي بيسمع دكتور عصام خليفة يعني الرجل العلمي اللي ما أنا ما بدي أحكي يعني عن وطنيته ما إلي حق أنا أعطي شهادة فيها، بس على المستوى العلمي والمهني في أمور واضحة عيب يا عمي والله. هيدي جريمة بحق اللبنانيين اللي عم بيصير التنازل. يعني نحن أصلا الخط 29 وكنا مع تعديل المرسوم 6400 بس ما رح نوصل لنتيجه يعني رح تفيك يعني. لا 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 نحن عم نقول يعني نحن عم نقول الامور سنوات وسنوات ليرجع يمشي الحال يعني. أنا اذا مشي انا اللي عم اقوله يعني الامور مش هيك بتندار، مش بمنطق الصفقات بتندار. طب شو في شو مش لنشيل عقوبات عن شخص ما بنرهن ما شلت عقوبات بعد يعني بنشوف بكل الاحوال. ليكي لك شغله، سرقوا لنا تعبنا بالماضي واليوم عم يجربوا يسرقوا لنا مصرياتنا بالمستقبل. هو هذا بعد في يعني خلص. الامل الوحيد على كل حال انا هذا الموضوع نحن كراي عام ما رح نسكت عنه، رح نحكي فيه وان شاء الله نكون غلطانين. يعني انا ليكي ولا مره بتمنى انه يكون معي حق، لانه اذا معي حق بكل شيء عم اقوله يعني عن جد كارثه. انا بتمنى ان يكون غلطان بكثير من المواضيع، بس يلي عم بيصير بهذا الموضوع بالطريقة اللي صار فيه بالشكل مش مقبول. في عنا حد أدنى خط اسمه 29 يجب أن نكون حواليه. طلع أنا بفهم يعني دايما كمان إنه بيقول لك هذا خط تفاوضي يعني. لا أنا بفهم إنه مثلا بمحل معين منزيح شوي لورا، بمحل تاني منقرب لقدام، بس أنه نكون تقريبا عم نوصل للرأي العام أنه نحن عملنا أفضل ما يمكن مش بهذا الشكل بس اللي مش صار. بهذا الشكل يعني نحن طب ليك اسالك سؤال، شو له طعمي كل الاجتماعات اللي صارت؟ شو له طعمي شغل الجيش؟ شو له طعمي كل هالتعب والسنوات؟ خي خلص بتكون تعملوا صفقه، لبنان صغير مش قادر يواجه القوى الاقليميه، نحن مضطرين خلصنا. قولوا صارحوا الشعب، قولوا له نحن على القليله انا اذا بدي اعمل صفقه كرمال الحدود ما بعملها كرمال شخص، بعملها كرمال بلد.
تعوا اعطونا خيي دخولنا اموال، خليني حط خطه تعافي اقتصادي، اعطونا كميه كافيه من 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 اموال صعبه تقدر ارجع كون احتياط الزامي، خليني مشي البلد خيي. وانا بعتبر انه هذه بتكون شقفه من دفع سلف من هالنفط اللي ممكن والغاز اللي ممكن يطلع بجنوب، بتكون هيدي شقفه من التفاوض اللي انا تنزلت فيها بين 29 و23. بس انه في طريقه، بس هيك ببلاش يعني ليه دائما دائما نحن على كل بعد ما شفنا يعني ما لمسنا يعني ان شاء الله خير، بس انه انا ما شفنا يعني انا بتمنى انه المقاربه ما تكون هيك. اكيد انا اتمنى طبعاً. انه كل الشعب اللبناني يتمنى انه بفعل يكون في مصلحه لبنان، ما بقى حدا بقى يدعي الحرص على لبنان. يمكن هذا بارقه الامل الوحيده يعني بالمستقبل، كان بعد في يعني هالثروه النفطيه. وانا كنت بتمنى اسمع يعني اصوات، ما عم بسمع اصوات. غريب الاعلام بالماضي كان كثير يعني عم بسمع اصوات من يلي كانوا كثير معنيين يعني فجاه بطل دخلهم. يعني سوري يعني انه اذا يعني حتى الافريقا حتى الاعلام بوقت اللي عم دور هلا ما عم بسمع شيء. يعني اذا فاتت دجاجه من الحدود او فلت دجاجه او قطعت عنزه بيستنفروا اليونيفيل وبيطلع حزب الله وبيفوتوا اسرائيل هلا حدود طبعا ولا حس. ايه يلا ان شاء الله خير ان شاء الله خير بكل الاحوال. على كل يعني هذا الشيء كل الاوضاع اللي عم نعيشها حاليا والازمات والحاله اللي وصل لبنان والشعب اللبناني قادمين على انتخابات نيابيه بحال صارت ان شاء الله ولازم تصير. يعني عم تقول حضرتك المشهد بده يكون مختلف مع العلم انه الاغلب بيقول لك لا نحن علينا نعمل نرجع نشوف نفس الوجوه نفس قانون الانتخاب لانه كمان يعني ما علينا نعمل وجبتنا. بس هون يعني بين الليلين يعني دكتور رزي احنا يعني كذا نستضيفك على اساس من ابرز يعني قيادات كنت بالانتفاضه، رئيس حركه مستقلون ومن المستقلين ولا واذ نراك تترشح يعني القوات اللبنانيه تدعم ترشيحي تدعم ترشيحك أكيد. انما بكره بتخلص الانتخابات دكتور رازي تحكم مستقل ام مع كتله القوات اللبنانيه؟ اول شيء رازي الحاج كل الناس بتعرفه يعني انه انا ماني حدا ابن امبارح لا بالعمل خصوصا تحديدا بالمتن يعني لاني يعني اول شيء بموضوع يعني المجتمع المدني انا من 2007 عندما أراد الشهيد جبران تويني أنه يعمل حكومة ظل شبابية، نحن من هيداك الوقت بحكومة الظل الشبابية على الأرض بالتجمعات يلي كانت تصير بكل المنظمات يلي أنا أسستها كنا بنفس الإطار استنهاض المجتمع المدني والأهم مصالحة الشباب مع مفهوم العمل السياسي. وهيدي المهمة أنا بعتقد أنه عملناها بكل ما أوتينا من قوة ونجحنا فيها. بالبعد الاجتماعي نفس الشيء، بالبعد الاقتصادي نفس الشيء، نحن قدرنا اشتغلنا على سياسات عامة اقتصادية، قدرنا قدمنا نماذج على مستوى العمل الإنساني والاجتماعي، قدرنا حكينا بلغة الشباب وعلينا لهم صوتهم وطلبنا بتمثيلهم وب يعني حضورهم الفاعل بالعمل السياسي انطلاقا من المصالحة مع العمل السياسي واستكمالا للمشاركة الفعلية بالقرار. أنا اليوم بعتقد أنه كان عندي أمرين أنا ما بتحالف معهم يعني مع ناس عندهم أمرين، أول شيء شبهة بالفساد وثانيا شبهة بارتهان لبنان وعدم سيادة لبنان. مش هيك أنا بعتقد أنه القوات اللبنانية حزب بكل الممارسة اللي مارسها من 2005 لليوم لا شبهات فساد عليه، فيني خبرك عن 100 شبهة فساد عن كل الأحزاب إلا عن القوات. وثانيا حزب سيادي يدافع عن سيادة لبنان وعن استقلاله بكل جوارحه. هودي مبدأين أساسيين لإلي. المبدأ الثالث هو أنا كشاب تغييري مستقل رئيس منظمة سياسية بتشتغل سياسات عامة كيف بقدر أنا حول أفكاري والغضب تبعي والتغيير اللي أنا بحلم فيه من تمني لحقيقة؟ كيف بقدر حول لقلك يعني او فيك ضمن المرشحين المستقلين ضمن المجتمع كيف المدني بدي حول انا انتفاضه ما رح تفضل كيف انا بقدر حول رده الفعل لمشروع فعل من خلال الانتخابات النيابيه وبهالانتخابات النيابيه تفينا نحقق هيدا الشيء. بدنا يكون عندنا شرط انه نقدر نوصل باكبر عدد ممكن من النواب يلي بتحمل هيدي الافكار. اجى حزب القوات اللبنانيه يلي هو لأول مرة باختلاف كل الأحزاب عم يفتح الفرصة لوجوه جديدة
مستقلة عندها خلفيتها العلمية والثقافية والتخصصية، عم يجي إلا أنا هذا الحزب المنظم يلي قادر نزل نواب حزبيين بكل المناطق، رح اجي افتح الفرصة لكتير من المرشحين يلي كفؤين ويلي هن بوضعية يعني منا منظمة بتقدر توصلون على الانتخابات. طبعا بيجي حزب ببلش تغيير من نفسه، طبعا نحن عم نطالب الأحزاب بالتغيير، بيجوا هودي الأحزاب والقوات اللبنانية، مش كل الأحزاب، يعني القوات اللبنانية بالتحديد بتسير الانتفاضة فينا نقول، تجي يعني بتجي بتقول رازي الحاج وجه متني بيعرفون متنيين وبيوثقوا فيه وبيعرفون متخصص وعلمي وعنده تجربة ناجحة وفاعل ضمن مجتمعه ومتخصص في الاقتصاد وكل شيء، تعا يا رازي ندعم ترشيحك كمرشح مستقل ونساهم أنه نواصلك. بقول له لا ما بدي، أنه هيدي العقدة شيطنة الأحزاب هذا شيء كتير خطر وشيطنة العمل السياسي كتير خطر. نحن بالعكس، لأنه دكتور رازي كل الأحزاب لا 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 شاركت بالشيء اللي لا 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 وصل لأيه. أنا اليوم بالنسبة لأيه القوات أحزاب لا ما إلى علاقة بالوضع اللي وصلينه، الكل كان بالحكم وكل كان مشارك. أنا بالنسبة للقوات اللبنانية لم تكن يوما بالإدارة السياسية بس كانوا بالحكومات. ما قلك شغلي، لما أنت بتكوني بالإدارة السياسية شيء، لما بيكون قرارك مسموع شيء، لما بتكوني أنت بالحكومات مطوقة شيء تاني. أنا كنت أعرف وهيدي فيك تسألي عنا كل يلي كانوا بآخر حكومة، لما كان يجي أحد وزراء القوات اللبنانية ليحكي ليعطي رأيه بالموضوع يبلشوا يضحكوا بين بعضهم ويقولوا سجلوا اعتراض القوات اللبنانية، لأن القوات اللبنانية لم تكن راضية عن هذا الأداء. وأنا بقدر أكد لك على شيء كتير لافت، أنه باثنين أيلول قبل الأزمة قبل 17 تشرين، باثنين أيلول عقد بقصر بعبدة لقاء اقتصادي بين الأقطاب السياسيين، طلع دكتور جعجع أخذ معه ورقة إصلاحية اقتصادية سياسية كان عمادها وصول حكومة تكنوقراط مستقلة تعمل هذا الإصلاح الاقتصادي، لأنه اعتبر بأنه لما طرحت حكومة مستقلة من التكنوقراط ما سموا يعني المرشح لرئاسة الحكومة، عندما الرئيس الحريري طرح حكومة مستقلة من التكنوقراط والاختصاصيين ما سموا للرئيس الحريري. كيف بده يكون مستقلة أول شيء ورئيسها حزب؟ صرنا عم نحكي منطق القوات. لا لا لا، أول شيء رئيسة حزب، ثاني شيء المشكلة إذا كان يعني مش بطلت مستقلة رئيسة. يعني ليش رئيس الحكومة بده يكون عنده اختصاص؟ مش يعني بس هيك، لا مش هيك عم أقول، أنا اللي عم أقوله أنه اليوم ما بنقدر بنفس الوجوه نعمل هيدا الإصلاح لأنه فشلوا بالإصلاح. لما أنا بكون مستقل ومجبور تعامل وزير أطلع على اللقلوق، كيف بكون أنا يعني مني حزبي؟ في اليوم هاي الحكومة اليوم في 10 وزراء مسمينهم أطراف كل الوزراء. إيه ما أنا ما هي ما زبطت، يعني ما زبطت أن توصل حكومة من المستقلين الاختصاصيين. أنا المستقلين ما بيكونوا بس بالاسم، بيكونوا بالفعل. فعم قلك باثنين أيلول دكتور جعجع طلب هذا الأمر وكان واضح، يعني المهم نطلب وننفذ. لا ما شارك، ما هو قال لهم إذا أنا ما بتعملوا هالحكومة أنا برا، وعرض عليه كل شيء وكل الإغراءات وما فات لأنه منسجم مع نفسه. مش هيك أنا عمول التحالف مع القوات اللبنانية أتى بسياق سياسي طبيعي اسمه السيادة ونظافة الكاف، وعلى مستوى مواكبة 17 تشرين بنعم مرشحين مستقلين. وأنا بقول لأولاد المتن إذا عن جد أنتم بتلاقوا أنه رازي الحاج بيمثلكم على مستوى الشفافية وعلى مستوى الإنتاجية وعلى مستوى التخصص وعلى مستوى كل البرامج اللي نحن حكينا عنها وحققناها، فعلا رازي الحاج عنده فرصة اليوم يوصل لأنه بالفعل. مدعوم بالفعل. من 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 قوة فاعلة منظمة قادرة تعمل مكانة انتخابية على بداية المثل. لأنه صرت مدعوم من حزب فاعل دكتور رازي، أنتو يعني يعني أنت حضرتك كشخصية متنية، أنت يعني أكيد. حضرتك ومؤسستك كنتوا من الأساس أكيد. فاعلين يعني نحن فاعلين بس أنا أنت ربح يعني لإلهم بحال إن شاء الله يعني أنا بشكرك بس أنا عم قلكي أنه حقيقة نحن إذا بدنا نحكي واقع التغيير بحاجة لقوة منظمة فاعلة تفتح لك الأفاق تفتح لك المجال تتحطي خططك على سكرة التنفيذ. وبما يخص التكتل حتى لو ما طلب مني أنا بدي أطلب منه الفوت، لقلك ليه؟ لأنه أنا إذا ما عندي 15-20-25 نايب يتعاونوا معي يمكن بدعم يمكن يوصل 15-20 مرشح مستقل كنت شكلته يعني كتلة يعني نتعاون معهم ما عندنا مشكلة نتعاون معهم، إن كل ما بيكتروا الناس اللي بيشبهونا كل ما هو ربح لقلنا كانوا حزبيين أو غير حزبيين. إن شاء الله كمان بيكون في حلقات بالمستقبل كمان دكتور رازي الحاج، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا وإلى اللقاء.